المترجمة المصرية رولا عادل طول الوقت بالمناسبة تبهرنا وتفاجئنا. يعني رولا على سبيل المثال لما جت عملت ترجمة لقصص الأطفال بابا ياجا عن الروسية، وهي تترجم عن الروسية مباشرة، كان حدث وخدت عليها جايزة. رولا عادل لما تيجي تقول والله أنا هترجم الأدب المجهول أو الأدب المجهل، يعني اللي هو إيه مش ملقى عليه ضوء، فتبدأ الترجمات بتاعتها عن الروسية مباشرة، بالنسبة بتترجم روسي مباشرة وبترجم طبعا إنجليزي مباشرة، فتلاقي إنه فعلا ألقت ضوء على الكثير من الأدباء والمؤلفين الروس، وحققت هذه الترجمات برضو مبيعات رائعة جدا. أنا مش بتكلم عن مبيعات، أنا هنا بتكلم على المبادرة بتاعت مترجم عنده وعي حقيقي بأهمية اللي بيعمله، مش مجرد الترجمة علشان لقمة العيش، لا، الترجمة اللي وراها رسالة. تيجي رولا الحقيقة وتبدأ مشروع، وعلى حسب وصفها فعلا هو تحدي، إنها تترجم مسلسل من أروع ومن أجمل المسلسلات طبعا المأخوذة عن قصة الروائي والكاتب العظيم الراحل إحسان عبد القدوس، آسف لا ده التانية كانت لن أعيش في جلباب أبي. رولا ترجمت عائلة الحاج متولي، المسلسل الشهير برضو نور الشريف رحمة الله عليه، كنت بحبه قوي 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 يعني. مهم، فرولا تخوض التحدي بترجمة عائلة الحاج متولي. ليه تحدي؟ لأنه على حد كلامها الإفيه المصري والمثل الشعبي المصري هيترجم إزاي علشان يوصل للمشاهد الخواجة اللي هيشوف بالإنجليزي. خلينا ناخد معانا على التليفون المترجمة، أقول لك مترجمة المتحدية دائما، المترجمة المختلفة دائما، رولا عادل. ازيك يا رولا؟ أهلا، ازيك يا يوسف؟ عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ كله تمام كله تمام، ميرسي على المقدمة الهائلة دي، أشكرك، أتمنى أكون أستحقها. خالص تستحقي، قدها 10 مرات كمان. احكي لي بقى إيه قصة عيلة الحاج متولي وليه اخترتي الحاج متولي تحديدا؟ بص، هو تصحيحا للموضوع، هو مش مشروعي ومش فكرتي، هي منصة أجنبية قررت أنها تعرض الحاج متولي لمشاهد أجنبي. لا طب والله برافو عليكم. دي حقيقة، فإحنا كنا دي كانت مهمة عمل واتعرضت علينا رغم صعوبتها جدا، أنا كنت واحدة من فريق من 6 أشخاص. حلو. وترجمنا 34 حلقة في أقل من شهر. ده مجهود برضو مذهل، 34 حلقة في أقل من شهر، وزي ما أنا كنت بقول في البداية التحدي بتاعها مثل شعبي مصري، إفيه مصري، حوار دارج مصري، هم هيفهموه إزاي وأنت هتترجميه إزاي بالظبط؟ وبعدين بعيد عن الإفيهات والأمثال الشعبية، الحوار أنت لازم أحيانا في بعض الجمل تبدي أنه هو ساخر رغم أنه هو الكلام بتاعه جدي جدا، والعكس صحيح، هو ممكن يكون بيتكلم بشكل ساخر بشكل جدي جدا بس المنطقه ساخر. الجملة مثلا ببساطة جدا لما تيجي تقوله ازيك، اللغة العربية العامية قد كده يعني مبهرة في ان هي ممكن تجمع جملة بتترجم بالانجليزية لعدد كبير من الكلمات، 4 5 كلمات، لكن هي مجرد ازيك بالعربي. طيب ده كلام كويس، هنا هيخليني هفكر معاكي بصوت عالي، مسألة ترجمة ثقافة، انت هنا مش بتترجمي لغة، انت بتترجمي صحيح. ثقافة صحيح، دي مسألة صعبة وانا مش عارف برضو مريتوا بيها ازاي، يعني انت وبقية الفريق مريتوا بيها ازاي عشان تقدروا توصل. احنا في حوار سابق لينا انا وانت في الراديو اتكلمنا في ده، مسألة ان ازاي اعرف اترجم وانقل الثقافة واحساسها وعواطفها ومشاعرها للمتلقي المختلف او المتلقي الاخر. بالظبط كده بالظبط، خصوصا انه بعد ما يعني الخبر انتشر بتاع الترجمة، في ناس قالوا لي طب يعني كنت اختاري حاجة تمثل قيم احسن من كده شوية من الحاج متولي وتعدد الزوجات والكلام ده. فانا قلت لهم ان احنا ما ينفعش نبقى رقباء على الفن او على الابداع، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ان المترجم امين بيوصل الكلام زي ما هو، وان العمل الفني مش بالضرورة انه يكون وعظي
او مش بالضروره يكون بيعبر عن حاجات موجوده فعلا في المجتمع، ممكن يكون خيالي تماما، او هو بيعرض ليك شخصيه او نموذج وانت يعني المشاهد مش قاصر زي القارئ، مش قاصر، هو له الحق انه يقول رايه في اللي بيشوفه ده. وبعدين في حاجة تانية، هو كده كده المسلسل عمره تقريبا أكتر من 30 سنة يعني، فإحنا صحيح. بنتكلم على كده. واقع اجتماعي أصلا مختلف عن الواقع الحالي، يعني ما بنقولش أنه ده واقعنا المصري، واقعنا المصري ممكن يبقى أكتر اختلافا، أكتر تطورا، أكتر إيجابية، أكتر تقدمية إلى آخره، فده حاجة لا. وبعدين اللي بياخد فكرة عن ثقافة الشعوب عن طريق مسلسل مثلا، مش عن طريق قراءات وعن طريق مشاهدة أفلام وثائقية وعن طريق أبحاث والحاجات دي، دي نظرة قاصرة جدا يعني. صحيح صحيح. المسلسل بقى هيبدأ يتعرض باللغة الإنجليزية من إمتى ولا بدأ خلاص؟ لا لسه المنصة ما أعلنتش هيبدأ، لأن الترجمة دي أول مراحل الإنتاج، هما بيحصلوا على المسلسل مترجم وبعدين يبدأوا يسوقوه، وبعدين بقى هيعلنوا عنه لما يكون جاهز إن شاء الله. يا مسهل، عقبال ما يعرضوا مسلسلات من بتاعة دلوقتي وبالتالي تبقى بتوضح أكتر الواقع المصري الجديد اللي أصبحنا بنعيشه، وبرضه يستعينوا بك يا رولا. أنا أشكرك جدا. نتمنى، اشكرك جدا جدا يا يوسف، واتمنى بقى زي ما نورتينا في الراديو تنورينا هنا ونتكلم شويه على الادب الروسي. اتفقنا جدا، حب حياتي. بانتظارك ان شاء الله. اشكرك جدا يا يوسف. اشكرك جدا يا فندم، اشكرك. لا اصل الادب الروسي ده ادب مذهل يعني، يعني مش انا مره زمان حكيت لكم البلشفت ازاي، بلشفت بالادب الروسي. والله